الماتش ديال غدا ان شاء الله مباراه تكون زوينه وكنتوقعوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله، حيت صراحه مع الركراكي ولا كيبان لينا اداء زوين واداء اللي كيبشر بالخير، وكنتمنوا ان شاء الله وكنتفائلوا بالخير. التشكيله باينه، غتكون في حراسه المرمى ياسين بونو، في الدفاع غادي يكون سيس، غادي يكون اغريد لي زاريال، غادي يكون حكيمي لاريال دروا ومزراوي لاريال غوش، في الميليو تيران غادي يكون مرابط وناحي صابيري ولا سميتو املاح، غيكون صابيري ان شاء الله. وفي لوفونسيف غادي يكون لالين زياد بوفال، اون بوينت غادي يكون حمد الله ولا نصيري. التشكيله اللي كان غيلعب بها هي غيلعب جوج ثلاثه اربعه، غيلعب بجوج في الدفاع وفي ثلاثه في خط الوسط وفي اربعه في الدفاع في الديفونس. اللي كنقول غيدير اللي غيديروا غيديروا شي ثلاثه لجوج بحال هكاك. المغرب شاك ان المغرب غيخسر، كرواتيا يربحوا غالبا. غتكون التشكيله بحث عن التوازن، لان التراجع الخلف بشكل كبير ما غاديش يكون. غالبا غيكون بونو في حارس المرمى، حكيمي الجهه اليمنى، قلب الدفاع الثنائي المعتاد اللي هو نايف اكد هو رومان سايس، والخلاف فقط على الجهه اليسرى. اقترح غالبا مزراوي لان خبره اكبر، وسط الميدان ثلاثي اناحي املاح وامرابط، وفي الهجوم غادي يكون بوفال زياش ونصيرو حمد الله غيكون غادي يتصوت الثاني. اتوقع وليس اتمنى، اتوقع الانتصار ان كانت بالمقابله بشكل جيد، لان المنتخب الكرواتي ليس بذلك المنتخب المرعب كما هو الشان في المونديال السابق. اتوقع الانتصار واتوقع تسجيل حمد الله لاحد الاهداف المقابلة مع مساهمة هجومية أكيدة من الثنائي بوفال وزياش. كوجهة نظر ديالي أنا راضي على هذاك على التشكيلة الأخيرة اللي لعب بها، وخا يعني ماتش كان حبي، ونطلبوا من الله تكون شي فكرة للمنتخب استعدادا للمنتخب الكرواتي اللي راه منتخب اللهم بارك راه قوي. يعني هذا ما هو التشكيلة اللي عطارة كانت زوينة تبارك الله. غادي يكون عنده هو وجهة نظر ديالو هي اللي غادي تكون، بحكم هو اللي عارف الدراري اللي غادي يكونوا في المستوى اللي باش يجيبوا لنا إن شاء الله انتصار. حنا يعني هذه المسألة ديال الانتصار غادي يكون إن شاء الله. اللهم بارك تبارك الله، اللهم بارك بلا من يعني فهمتيني ولا لا؟ تبارك الله كاين واحد الحماس قوي، وكتشوف يعني بلا ما نعطي يعني بلا ما نحدد، المهم غادي تكون إن شاء الله مغربية هذا العام هذا. المهم غنكون متفائل، غنقول نغلبوا واحد الزهر بارك، يعني كفينا بارك عليا. التشكيلة تقريبا أنا كاين بونو، كاين مزراوي، كاين حكيمي، نايف اكرد و رومان سايس، الوسط كاين عندنا مرابط، جبران، و القدام كاين نصيري، وكذلك حمد الله وبوفال. نقدروا نخرجوا مع كرواتيا بثلاثه لواحد، ونربحوا ان شاء الله بلجيكا بجوج، ونربحوا حتى كندا بجوج ان شاء الله. حنا كمشجعين ديال المنتخب الوطني المغربي ما كرهناش يدخل بعض اللاعبين الاساسيين مثل حمد الله، زياش كما قدم المباراه الاخيره، شفنا واحد الهدف عالمي اللي غادي يتخلعوا منه المنتخب الكرواتي وغادي يزيدوا يستعدوا اكثر. ان شاء الله غادي يكون خير، ونتمناو ان شاء الله تكون 2-0 لصالح المنتخب المغربي. المنتخب راه بان ليا كاين في المستوى ان شاء الله، وكنتمناو وليه الخير في كاس العالم اللي تنظم في قطر، وكنتمنوا الفوز في المقابله الاولى ضد كرواتيا. بالنسبه للتشكيله تقريبا كاع دوك تقريبا اللعابه ديال 26 لاعب كاع تقريبا في مزيانين. التشكيله اللي دخل بها المنتخب المغربي تشكيله مزيانه. التشكيله المتوقعه ديال سي وليد الركراكي هي انه بونو في حراسه المرمى، نايف اكرد، سيس، مزراوي، حكيمي في الدفاع، الوسط بوفال وزياش، في الهجوم كنتمنوا يكون حمد الله ونصيري باش تكون واحد الضغط على المنتخب الكرواتي. توقع نتيجة المباراة ما غاديش نكون عاطفين شوية العقلانية، لما كناش نخسروا بواحد الزيرو ونكون على الأقل واحد التعادل. المشكلة اللي غادي تدخل بها الركراكي أنا تنقول 100% ناجحة،
100% نجحوا. وزادوا انا يعني انا نظري في الافكار ديالي النتيجه تخرج متعادلين ما فيهاش رجلاكي الشابق صغير وبحالو بحال لعابه وتتعامل بحال هذو بحال خوث ومعني يعني احسن مدرب دابا جابوا المغرب هذا الفرقه هذه احسن مدرب. وتنتوقعوا باش يتم الاشراك ديال الحمد الله وسيس وبوفال وتنتمنى وتكون شي نتيجه اللي مرضيه ومستحقه المنتخب لان منتخب شاب وطموح وتنتمنى يوصل ابعد نقطه في هذه المنافسات القاريه. تنتوقع 2-1 هادشي اللي تنتوقع. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.